يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت العصر قصرا وأنا مسافر ونسيت السجدة الأخيرة ثم سلمت، ونبهني أحد المأمومين ثم أتيت بالسجدة الناقصة وسجدت للسهو، فهل عملي هذا صحيح؟ تأتي بالسجدة وما بعدها، هم تأتي بالسجدة فقط وتسلم، لا وما بعدها، كان السجدة الأخيرة فبعدها التشهد الأخير تعيده مرة ثانية، لأن كانت به في الأول ما هو صحيح، فتعيد فتأتي بالسجدة وتأتي بالتشهد الأخير ثم تسلم وتسجد للسهو. نعم.